معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كنرحبوا بكم على هذا البث المباشر من مكناس. في هذا الأثناء غادي يخرج الصندوق اللي كيحمل جثمان الشهيد والزميل أمين الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقات حضور. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، هذا الزميل اللي كان كذلك إعلامي وصحفي، فاليوم وفاته المنية حبا في فريقه وحبا في ناديه اللي هو نادي المكناسي. فإن إلى ضائقة الموت كما كنشوفوا الآن، احتاجوا عدد ديال الناس اللي محتاجين بالزغاريت، الناس كتزفوا إلى متواه الأخير. إن لله وإن إليه راجعون. وداعا وداعا، كما كنشوفوا أفراد من العائلة ديالهم. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، في هذا الاثناء غادي نشوفوا معنا الصندوق اللي هو الجثمان ديال امين، اخونا امين الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقات القبور. الى اللقاء يا امين، متواك جنات الخلد ان شاء الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الان غادي توجه للمسجد لاداء صلاه الجنازه على روح الفقيد رحمة الله عليه قاضي حياته أمين.